المحامين الحقيقة مستمرين في وقفتهم لرفض الفاتورة الإلكترونية. النهاردة عملوا وقفات في كل المحاكم تقريبا على مستوى مصر كلها، زي خبر اهو مش هنسجل ولا هنأجل. استمرار الوقفة الاحتجاجية للمحامين اعتراضا على التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. طب ده قد يكون كلام، لكن معانا احنا اخبار اهي، فيديوهات محامين من سوهاج ومحامين من الفيوم. نشوف كده الفيديوهات اللي جايه دي. واكتفي مطالب الساده المحامين، كلمه نقيب محامي سوهاج، كل النقابات الفرعيه بمصر، مجلس العام ونقيبها العام، ونيابه عن نقابه المحامين بسوهاج، متمثله بداهه في تاج هذه النقابه وهي انتم الجمعيه العموميه. طلع نقيب المحامين يرفض مهلة الضرائب اللي طلعت ترد عليه. ادي خلينا نشوف، هات الصور كده، هات الصور ده اللي يخليك صور اهي، وقفات احتجاجية من نقابات مختلفة او مقرات مختلفة من نقابة المحامين على مستوى الجمهورية. دي النقابة الرئيسية، ادي سوهاج كمان اهي، وقفوا السادة المحامين في اسمه ايه ده، وقفات احتياجيه فوه طميه في الفيوم، ادي القليوبيه شمال القليوبيه، في كل حال لانه المحامين الحقيقه هيتبهدلوا، كفر الشيخ، جنا، دي المقر الرئيسي بتاع المحامين، ودي اعتقد برضو المقر الرئيسي. الدنيا مدعوكه. نقيب المحامين عبد الحليم علام قال المحامين غير ملزمين وغير مخاطبين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية والضرائب هدنته. ادي الخبر اهو، مدى مصر. اعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام في بيان امس ان المحامين غير ملزمين وغير مخاطبين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية في الموعد المحدد سلفا بالخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لحين انتهاء اللجنة الجاري تشكيلها في النقابة من مناقشتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب حول تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية. ورغم عدم صدور تصريحات رسمية من مسؤولين حكومة عن السماح للمحامين بعدم التسجيل، كان مواقع محلية نقلت عن مصادر لم تسميها في مصلحة الضرائب أنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم، مشددة على أن الجميع، ركز معايا يا علي، ركز معايا يا علي، الجميع عليه الانضمام للمنظومة الجديدة في موعد أقصى منتصف ديسمبر. الجميع، كلام كويس. المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي استمروا في رفض اللي بيحصل لهم وأصروا على موقفهم. في البوستات دي هنشوف أهو، محامون مصر يصنعون ملحمة سيخلدها التاريخ دفاعا عن حكومة، وينظمون أكبر وقفة احتجاجية سلمية تمت في مصر في السنوات التسع الأخيرة. عاش كفاح محامين مصر، عاش كفاحكم يا أحرار. الأستاذ إبراهيم كتب بيقول النائب صفوت النجار عضو مجلس عن دائرة عين شمس وابني يتقدم بطلب إحاطة بخصوص الفاتورة الإلكترونية، فرسان الروب الأسود يتفضل. الأستاذة ريهام دهب كتب سؤال من محامية، أتمنى سؤالي يوصل المصريين. إحنا المحامين بيجي لنا موكل وملف القضية وجزء من الأتعاب، تمام تمام، ممكن الموكل ده يلف لفة ويرجع يقول لي أسفة، هسحب الملف من المكتب وعايز الأتعاب، وارد وارد. السؤال بقى، اكتب له الاتعاب على ظهر التذكره، اقصد الفاتوره، ولا اعمل ايه؟
والله كلامك محترم يا ريهام. أيمن خليل محامي بيقول شيء مشرف هو وحدة صف الجمعية العمومية للمحامين ووحدة كلمة تلك هم المحامين ركن العدالة الواقف عندما يبدعون. ده الأستاذ عاطف قال يجب تصعيد الموقف والمطالب بداية من إلغاء التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وبصفة مبدئية إقالة وزير المالية لمحاولته إزاعة الفوضى والفتنة بين الدولة وجموع المحامين. يوسف المليجي رز قال المحامون ينتصر المحاماة على قرب رجل واحد عاشت نقابة المحامين.